لو تعطوني كنوز الدنيا كلها وفصولها ما راح تقدرون تراجعون أبويا اللي مات. رد فعل غير متوقع لنجل فقيد توفي والده دهسا بحادث سير غير مقصود. فعشيرة الجاني ذهبت لمواجهة عائلة الفقيد لتسلم لهم الدية بناء على ما تسبب به ابنهم الفاعل وزهقه لروحا بشرية لا حول لها ولا قوة. وخلال الجلسة لتصفية الحسابات والوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين وتسليم المبلغ المالي بين العشيرتين، وإذا بالمفاجأة تحصل. سيد حامد، بالحادث صار وهذا أمر ربك وبعد قضاء وقدر. إحنا نؤمن بالقضاء وقدر، نؤمن بالقضاء وقدر وربك وأخذ بعد حقه. احنا مال ابويا هسه لو تعطيني ملك الدنيا كلها، لو تعطيني فصول الدنيا كلها، ماكو فلوس لا ترجع ابوي لا ترجع رجل من عنده. ابوي توفى بعد الله يرحمه، نؤمن بالقضاء والقدر. احنا سمعنا انه خوانا السياره مال الولد اللي سوى الحادث تضررت، احنا نطلب منكم طلب اذا السياره متضرره بس تكرمونا انه نصلح السياره حتى براءة ذمه للمرحوم. بعد هو توفى نريد منكم بس براءة ذمه له. رحم الله والديكم، رحم الله والديكم. وهاي الهديه بثواب المرحوم، رحم الله والديكم. هاي الهدية ترجع لكم ثواب المرحوم. بطولة فاتحة والدعاء. هذا ما ناخذ الا الله شاهد. الله شاهد ورسوله يرد. الله شاهد ورسوله ما ناخذ دينار. بطولة فاتحة، بطولة فاتحة، بطولة فاتحة وادعوا له. نترجاكم رجاء. نترجاكم رجاء، فاتحة ودعاء. صيح شيخنا. صيح أبو دار السريع. ما ناخذ الله شاهد ورسوله. الله شاهد ورسوله ما ناخذ. الله شاهد ورسوله ما يصير. صيح. بس نترجاكم رجاء، بس للدعاء والفاتحة للمرحوم. ولأنه ثواب المرحوم، والله يوفقكم إن شاء الله وشرفتونا به. ما حدث قضاء وقدر وإحنا نؤمن به، ومبلغ الدية مرجوع لكم ثوابا للمرحوم، وغير الفاتحة والدعاء ما نلوم. موقف مشرف يضاف إلى سجل عشائرنا العراقية الكريمة الأصيلة. عائلة الفقيد قابلت غضبها وحزنها على ميتها بالعفو ومسامحة الجاني وعائلته، فلم تلجأ إلى مسك السلاح أو مواجهة العشيرة الثانية بالرصاص الحي، بل بفعلتها هذه أثبتت أن هناك عشائر لا تزال تتمسك بالقيم الإنسانية والمبادئ والأصول. عائلة المرحوم لم تتخلى عن الدية فقط، بل أبهرت بكرمها وعفوها العشيرة الثانية وطلبت منهم أن تقوم بإصلاح السيارة التي تسببت بواسطها بالحادثة التي توفي على إثرها الفقيد وقتلته ثوابا لروحه. حادثة أفرزت العديد من ردود الأفعال والتعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم نماذجا منها، نبدأها مع تعليق للسؤال الخزاعي. يقول في تعليقه: هذه هي البرية الصالحة، هذا هو الجود والكرم، والله يرحم فقيدكم، والمفروض الكل يأخذ درس من هيك ناس طيبة وعدها رحمة وأخلاق. هناك أيضا تعليق ومداخلة من جسوم العراقي يقول: عظيم هذا المقطع، هو مو مثل شيوخ الفيس، هي هاي الإنسانية والرحمة، هسه لو مليارات ما يعوضهم والدهم. بارك الله بكم، وموقف مشرف، والله يرحم المرحوم، تحس الدنيا بعدها بخير من تشوف هيك ناس. تعليق من جليل أبو علي يقول: جليل أبو علي الشيباني الله يرحمه للفقيد، إش كم واحد مثلكم نحتاج ليصلح المجتمع، أحييكم وموقفكم مشرف. هسه بزمننا الناس قامت تتشرع بكيف هدية بالملايين والمليارات وتجبر الناس حتى تبيع بيوتها ويوفون الدية أو الفصل. عمي يا دية اتقوا الله، الشرعون بكيفكم، راعوا الناس وفقرها لو دنيتكم كلها فلوس. تعليق من حسن أبو جبار يقول: الله يبارك بهيجي خلفه والله يرحم المتوفى، المفروض من بعض الشيوخ المعتبرين نفسهم إجاويد ينتبهون على أنفسهم ويأخذون عبرة من هذا الموقف المشرف. وبارك الله بكل عائلة، عائلة المتوفي، على هذا الموقف، وهذا كرم وشرف ودليل على أن المتوفى تربيته ناجحة وهذا حصاده.